فكروا شوية في مصطلح خبرة. شو يعني لما نقول أن فلان عنده خبرة؟ يعني يملك تجارب كثيرة في حياته. طيب ليش الخبرة مهمة؟ يعني ليش الشركات تبحث عن أشخاص عندهم خبرة؟ لأن تجاربهم والظروف المتنوعة اللي عاشوها واشتغلوا فيها منحتهم مهارات كثيرة، من أهمها معرفة كيف يتصرفون في مختلف المواقف. طيب قد حد يسأل، وشو دخل هذا الكلام في موضوع الحلقة؟ صاحب الخبرة من أكثر الناس اللي ما يتمسكون بآرائهم، لأنهم يعرفون تماماً أن من أسرار نجاح الشخص أو المؤسسة هو قدرته على فهم الواقع والتأقلم معه. يعني تشوفه كل سنة يراجع قوانين الشركة ويغير من عملياتها ويجدد في البنية التحتية الإلكترونية مثلاً، ويطور وينمي، لأن اللي يتمسك برأيه ويشدد له ما يعرف شو يعني تنمية أو تطوير.